أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس حزب السيادة الشيخ قميص الخنجر ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. قال بيان للسيادة إن اللقاء بحث التطورات السياسية في البلاد وأهمية تعزيز آليات الخروج من الأزمات التي تواجه المشهد السياسي وضرورة الركون إلى الحوار الجاد لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومواجهة التحديات التي تواجه البلد لضمان أمنه واستقراره. أضاف البيان أن الخنجر أكد سعي الكتل كافة وعلى رأسها السيادة إلى معالجة حالة الانسداد في تشكيل الحكومات المحلية منعا للفراغ الدستوري الذي يعطل عجلة الإعمار والتنمية التي ينتظرها أبناء المحافظات، مشيرا إلى ضرورة اشتراك كافة الأطياف في الإدارات المحلية وبما يرسخ المكتسبات الأمنية والاقتصادية. بعد أسابيع من تعثر المفاوضات بين القوى السياسية، كركوك تفك عقدتها بتشكيل ائتلاف إدارة كركوك. الاتفاق على مبادئ لتشكيل الحكومة المحلية تقوم على الشراكة وعدم الإقصاء. أخيرا كركوك تسير نحو فك عقدتها، اتفاق مبدئي من أجل المضي في تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة رعاه رئيس الوزراء، يكون فيه منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساسا للعمل المشترك في محافظة كركوك. لأهمية المحافظة بوصفها عراقا مصغرا، اتفق المجتمعون على أن تراعى مصالح أبناء كركوك مع الحفاظ على العيش المشترك وتعزيز أواصر الإخوة والتعاون بين أبنائها، وأن يكون الدستور المظلة التي يحتمي بها الجميع. نشكر السيد رئيس الوزراء على تدخله والإعلان عن إدارة كركوك ائتلاف، وراح يقود السيد رئيس الوزراء شخصيا للوصول إلى حل. تعرف احنا تعطيل المجلس يضر بالناس ويضر بالخدمات ويؤجل الكثير من المشاريع والتعيينات وامور تمس حياه المواطن. الاجتماعات البارحه كانت كفكره اوليه جيده، ولكن ما وصلت طبعا الى شيء لان كان اجتماع اول. اعتقد اليوم ايضا اكو اجتماع ثاني وممكن يعقب عده اجتماعات. كان متوقع اليوم يصير مجلس المحافظه يجتمع، ولكن بعد اجتماع رئيس الوزراء تم تاجيل عقد جلسه مجلس المحافظه. رئيس الوزراء قد انطى اسبوع لتقديم ورقه، هذه الورقة راح تتضمن التفاهمات. الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة سيكون المظلة السياسية للحكومة المحلية. الائتلاف يترأس جلساته رئيس الوزراء إلى حين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية والاتفاق على البرنامج وآلياته والنظام الداخلي للائتلاف. لائتلاف إدارة الدولة هو حل يرضي الجميع، ونحن ننتظر انتخابات إقليم كردستان، بعدها سوف نرى، ربما سوف تتشكل إدارة كركوك الجديدة. إعداد برنامج الإدارة المحلية في كركوك وما يتبناه الائتلاف الجديد وتلتزم به القوى المؤتلفة، وتتبنى الإدارة الجديدة في المحافظة تنفيذه وفق آليات وتوقيتات واضحة وعملية. ستقدم القوى السياسية المشاركة في اجتماع الأخير مع رئيس الوزراء أوراق عمل خلال 7 أيام تضمن فيها رؤيتها بإعداد برنامج متكامل للمحافظة والآليات المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها. من كركوك عمار حامد، يو تي في. في هذا الشأن أعرب مواطنون في كركوك عن أملهم في دوام الأمن والإعمار في المحافظة، مطالبين الحكومة المحلية الجديدة بتوفير الخدمات وتحسين البنية التحتية. أنا أطلب من محافظة جديد، أي محافظة، إذا كردي عربي تركماني حتى إذا غير ديني أو ديني ما عليه بالمذاهب، أنا أريد خدمات كهرباء اولا. والله متمنى من التوقيف، يعني اي معاناه مثلا اهل كركوك شوفوا شو عندهم معاناه، ما يكون يعني اي قوميه يثير ماخذ مجلس محافظه ومحافظه، مهم يشتغل اهل الشعب الكركوك. والله احنا نريد من المحافظه الجديده، نريد الامن والامان، ونريد الاعمار تظل مباشره، يعني لا يوقفونها ابد، وهذا نريده. محافظه والدبيس والحويجه والشوارع، يعني نريد تبقى كالمحافظة القديمة، ما نريد شيء يقف بيها الشوارع، ونريد الأمن يبقى مستمر بالشارع لأجل المواطنين. لا
للحديث أكثر ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الجبار أحمد. دكتور مرحبا بك في هذه النشرة. دكتور لطالما لكركوك وضع خاص مختلف عن باقي المحافظات، كيف تتابع مضامين الاتفاق السياسي في كركوك الآن؟ بعد التحية جنابك ومشاهدي قناة يو تي في الموقرة، إذا نتحدث بصراحة نقول ما يلي: قطعا الكل يطمح على أن تكون كركوك هي منطقة آمنة ومستقرة وبعيدة عن أي تجاذبات أو استقطابات لا محلية ولا إقليمية ولا حتى دولية. ثانيا الكل يدرك طبيعة كركوك وتنوعاتها وطبيعة اسم كركوك منذ تأسيس الدولة العراقية بعد 2003 في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، جاء ذكرها ضمن المناطق المتنازع عليها في الدستور العراقي في المادة 140 لما نتحدث عن تصفية المشاكل في المناطق المتنازع عليها، الإحصاء والتطبيع، هذه كلها تؤشر لنا على أن هناك مشكلة حقيقية في كركوك. لكن طبيعة المعالجات، هناك معالجات سياسية ومعالجات مؤسساتية دستورية. حينما ترحل المشاكل الدستورية والقانونية من مرحلة إلى أخرى، من وجبة من دورة إلى أخرى، ونذكر هذه الانتخابات منذ عام 2005 لم تجرى في كركوك، ترحيل المشاكل والحلول السياسية أقول قد تكون مجدية لإيجاد حلول مؤقتة، ولكن على المدى البعيد قد تبدو غير ذلك. وأضرب لك مثال: في القانون رقم 4 لسنة 2023 اللي هو نظام الانتخابات، في المادة 13 الفقرة الرابعة، يبدو يعني ما أحد منتبه لهذه الفقرة، تقول يتم، يتحدث عن كركوك من مجموعة مواد، يتم تقاسم السلطة وبتمثيل عادل لجميع وبمشاركة واسعة من مكونات المحافظة وبغض النظر عن نتائج انتخابات. هذه المادة إذا أريد نطابقها اليوم الاتفاق السياسي، أساس الاتفاق اللي حصل هذا اليوم نتمنى أن يدوم، نجدها في هذه المادة. إذا نقول دستوريا، إذا لماذا أجريت الانتخابات إذا كان هناك نص؟ إذا كان يتم تقاسم السلطة على أساس أحسنت. وقد ولربما من يجادل على ما أطرحه من رأيي خلي يراجع المادة 13 الفقرة الرابعة، النص صريح وواضح أقول وبغض النظر عن نتائج الانتخابات. أقول اللي وضع هذه المادة كان يدرك أنه نتائج انتخابات لن توجد حلول، يعني شو نسميها، مرضية من الجميع. ولذلك أنا أقول اللي حصل هذا اللي نتحدث عن ائتلاف إدارة كركوك والتركيز على التوافق والشراكة، ما هذا مبدأ عام. ثانيا أقول وأتحدث بصراحة، أن نوجد عرف جديد أن يتولى رئيس وزراء رئاسة ائتلاف لإدارة كركوك، هذا لربما قد تكون فيه منفعة الآن لتجاوز فتنة أو لردم الفجوات ونيات خالصة لإبعاد كركوك عن أي محنة، ونتمنى ذلك. ولكن أن يؤسس كعرف مستقبلي، هذا أنا أعتقد يضرب لنا القاعدة الدستورية، وإلا لماذا يعني تم إجراء انتخابات في حين أنه يتولى رئيس وزراء؟ يعني هي نعم عذرا دكتور، هي مدة محددة لهذا الائتلاف برئاسة السوداني فقط، فليكن كافية برأيك؟ سيدي الفاضل، أنا أقول المادة 13 فقرة رابعة تؤسس لوجود ائتلاف ثلاثي من مكونات، خلي تكون قيادة جماعية، خلي تكون دورية لمدة سنة لكل محافظ ثلاث مكونات، ويكون هناك إضافة لرابع مدني مستقل. هذا التراضي التوازن من الممكن أن يحقق مصلحة. إذا ربما استعاض لا تعديل تشريعي فقط فيما يخص كركوك أن تكون إدارة ثلاثية، هيئة رئاسة ثلاثية، يتم توافق بالقرارات، يكون هذا أفضل. أنا أتحدث دستوريا، لكن حتى وإن كان مؤقت، لربما الآن عندنا مشكلة في ديالة، إذن هل سيكون من واجب رئيس الوزراء؟ نعم هو من واجبه أن يوجد الحلول وهذا شيء جيد، ولكن أن يكون هو رئيس حتى وإن كان، انتبه عليه للنص، لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية. كلمة لحين لربما أكثر من أسبوع، لربما شهر وشهرين. أنا اللي أتخوف منه أن تكون هو عرف جديد قد يضرب لنا أساس التوازن والشراكة ما بين المكونات الثلاثة. أقول في كركوك قيادات عربية كردية تركمانية وأخرى أي كان هويتها المذهبية السياسية الطائفية، بإمكانها أن تدير كركوك بشراكة وبتوافق على قدر
فيه رؤية مستقبلية تجنبنا التحديات والتهديدات الأمنية، ومن ثم حقيقة أن نسمع صوت المواطن. المواطن يريد محافظ، يريد رئاسة خدمية تقدم الخدمة، كردي، عربي، سني، هذه كلها أصبحت يعني التمسك بالمحاصصة بالمغالاه فيها احيانا تقود الى ايجاد حقيقه غياب المنطق الحقيقي لعمل مجالس المحافظات. يعني دكتور، الكل يعلم كما تحدث ايضا كركوك لها خصوصيه، هي عراق مصغر. دكتور، متى يتم التعامل مع كركوك كانها محافظه طبيعيه خاليه من المشاكل حالها حال المحافظات الاخرى؟ لسبب لا نستطيع ان نتعامل معها كذلك كمحافظه. كركوك فيها جزء من كونها إدارة الدولة بسبب علاقتها بإقليم كردستان، بسبب مكون أو غير مكون جغرافيا والمكون اجتماعيا، والسبب الثاني أنها منطقة نفطية، والمنطقة النفطية العوائد النفطية عادة قد لا تتلائم مع الديمقراطية وقد تتلائم مع الديمقراطية. فحينما تكون كركوك غنية بالنفط تكون هي موضع استقطاب وموضع لربما صراع مو فقط محلي، حتى مدفوع ومشفوع برؤى اقليميه. ثانيا، كركوك في منطقه حساسه، كل العمليات الارهابيه كانت هناك في اطرافها من حدودها الى اخره، لذلك هناك تحدي وتهديد حقيقي لكركوك اذا ما استمر الانسداد السياسي. اقول ولذلك اقول التعامل مع كركوك يتم بالطريقه التاليه. عندنا احنا عاصمه بغداد هي العاصمه الاتحاديه، من الممكن في المستقبل البصرة تصبح عاصمة اقتصادية، وتعلن رسميا وتضمن بالدستور تصبح كركوك عاصمة للتعايش العراقي، لا حتى ما استخدم المكونات. ومن ثم يتم تعديل تشريع قانون بمادة ومادتين تفرض هيئة رئاسية مشتركة، ليس بصعيد محافظ ونائبين حتى يتعاركون أو يتشاكسون من هو المحافظ ومن هو رئيس مجلس المحافظة. الأمر بالنسبة لي هو سيان، ولكن بالنسبة للمواطن كذلك. ولكن إيجاد هالتنابذات لربما أقول مشفوع بأجندة إقليمية أو من يريد أن يتصيد في الماء العكر، فيضيع المضمون الحقيقي من كون كركوك هي محافظة أو كونها في تتعلق بإدارة الدولة أو كونها نفطية. أنا اللي في بوصلة اللي نستهدفها أن نحافظ على كركوك بطريقة تؤمن لنا الاستقرار الأمني، تديمه. ثانيا، تسمع هواجس المواطن. ثالثا، أن تكون كركوك حقيقة منطقة للتعايش، ليس فقط المكونات، التعايش، وأيضا هي بوصلة لجميع المحافظات العراقية كمصدر لهذا التعايش. من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الجبار أحمد. دكتور، شكرا جزيلا لك. استضاف مجلس نينوى اليوم المحافظ عبد القادر الدخيل الاستماعي إلى برنامج الحكومة المحلية. عرض الدخيل في الجلسة المخصصة لاستضافته خطة تنفيذ برنامج حكومة نينوى المحلية ورؤيتها لتحسين الواقع الصحي والتعليمي والمشاريع الخدمية الأخرى. اليوم جلست الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظة ومجلس المحافظة في بناية قاعة مجلس المحافظة من أجل استماع المجلس إلى رؤى وبرنامج الحكومة المحلية لمحافظة نينوى. عرضنا خطة المحافظة على المجلس، وقدمنا شرحا موجزا بأن المحافظة لديها رؤية حقيقية تنسجم وتطلعات أبناء المحافظة. نحن سنسير بخطين متوازيين، الخط الأول هو البرامج السريعة التي من شأنها دعم عملية الاستقرار، والخط الثاني هو خلق تنمية حقيقية في محافظة نينوى انسجاما مع برنامج السيد رئيس الوزراء الذي الآن يدعم كثيرا محافظة نينوى. من جانبه، أكد أعضاء مجلس نينوى دعمهم ومساندتهم للحكومة المحلية في تنفيذ برنامجها للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة. حقيقة البرنامج يعني بشكل عام هو جيد جدا، ويمكن أن يحدث نقلة نوعية في محافظة نينوى إذا ما تم تطبيقه بالشكل الذي تم عرضه. نحن دورنا كمجلس محافظة نينوى أننا سوف نقدم المساندة للسيد عبد القادر لإنجاز
هذه الأمور فيما طلب يعني المساندة فيها. تطرق السيد المحافظ وأسهب في شرح برنامجه الحكومي الذي ضم كافة الفعاليات الخدمية والتنفيذية داخل المحافظة، كما تم مداخلات من بعض الأعضاء حول عمل السيد المحافظ وكيفية إتمام برنامجه على أرض الواقع. بدورنا سوف نكون مساندين للسيد المحافظ في إتمام برنامجه التنفيذي، وسوف نكون مراقبين. في شأن آخر، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بقانون انتخابات الإقليم وتغيير بعض بنوده يخالف الدستور. وذكر بيان الحزب أن قرارات الاتحادية الأخيرة تخالف روح الدستور وحقوق الإقليم وتتعارض مع مبادئ الفيدرالية ومبدأ الفصل بين السلطات، داعيا حكومة الإقليم للاستمرار في مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور. من جانبهم، أعرب ممثلو المكونات في كردستان عن إدانتهم قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، مؤكدين خلال مؤتمر صحفي تضرر حقوقهم إثر إلغاء 11 مقعدا لهم في برلمان الإقليم. كل الأحزاب اتفقت في هذا الاجتماع على إدانة القرار المجحف والظالم الصادر عن المحكمة الاتحادية، وصراحة هو احنا نعتبره ببياننا انقلاب على الدستور وعلى حقوقنا الدستورية كمكونات قومية ودينية، وأيضا انقلاب على حقوق الإنسان وحقوق المكونات في العراق وأيضا في إقليم كردستان. حقيقة هذا الظلم اللي وقع على المكونات وعلى التركمان وعلى الكلدان والسريان والأشوريين والأرمن. مشاهدينا، نشرة مستمرة وفيها حق العودة لا يشمل نازحي العواسات وجرف الصخر، هذا الملف بعد قليل. عشر سنوات ولا يزال أهالي جرف الصخر والعواسات بعيدون عن مناطقهم، وما زالت لحظة العودة إلى الديار بعيدة المنال رغم قرب المكان. معاناة نازحين المستمرة تبدأ بالتهجير نحو المخيمات ولا تنتهي عندها، فإغلاق ممثليات التربية في كردستان فاقم حال عوائل الطلبة وزاد معاناتهم. نظم أهالي الطلبة العرب والكوادر التدريسية وقفة للاحتجاج على قرار غلق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان، وطالبوا بإعادة النظر فيه كونه يؤثر بشكل مباشر على 150 ألف طالب يدرسون في مدن الإقليم. كلا كلا إغلاق المدارس، كلا كلا إغلاق المدارس. أمام مقر ممثلية وزارة التربية في أربيل تجمع العشرات للاحتجاج على قرار وزارة التربية الاتحادية بإغلاق ممثلياتها في الإقليم. يخشى أولياء أمور الطلبة المعترضين على القرار أن مصير قرابة 150 ألف طالب نازح في الإقليم سيكون مجهولا في حال تم تنفيذ القرار وإغلاق مدارس الممثلية. والله الناس هنا كلها خطية مستقرة، اللي تزوجوا هنا، اللي مستقرين، اللي نزحوا خطية وتبهذلوا، يعني 10 سنوات مو شوية، هم تأقلموا على هذا الوضع، بعد رجوعهم مرة ثانية الحكومة تريد ترجعهم وتبهذلهم ليش؟ يعني أنت احسب حساب أنه أنت استقريت 10 سنوات بمكان وتأقلمت عليه وتعودت عليه، مرة لاخ ترجعهم المحافظات، المحافظات كلها غير آمنة. أنا إلي حلم، أنا إنسانة من الدم ولحم، أريد أدرس، أريد أعيش، أريد أتعلم. فأطالب وزير التربية ووزير السيادة وزير الوزراء بالتراجع عن هذا القرار، وحتى إذا ما تراجعوا عنه أريد يوفروا لي بالمحافظات، أي محافظة راح أرجع عليها أريد يوفروا لي بيت، مدارس، كل شيء أحتاج إلي. تدريسيون وكوادر إدارية كانوا ضمن المحتجين، وصفوا القرار بأنه مشكلة وليس حلا، لجهة أن مدنهم الأصلية التي نزحوا عنها تعاني أصلا عجزا في عدد المدارس، فكيف بعد أن يلتحق بها الآلاف من الطلاب وبشكل غير مدروس. وزارة التربية مأمنة رجوع العدد الهائل من الطلبة، هل المدارس موفرة مهيئة بالكامل بمحافظاتهم؟ حسب علمي
جميع المدارس أو أغلب المدارس في محافظات القطر تعاني من نقص كادر تعليمي، وتعاني من زخم الطلبة، وبنايات متهرية غير ملائمة للتعليم. طيب كيف العدد الهائل يرجع إلى المحافظات مرة أخرى؟ اعتمدت وزارة التربية في قرارها على قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد 30 من تموز القادم موعدا لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، ويبلغ عدد مدارس الممثلية في أربيل نحو 166 مدرسة تحتضن 70,000 طالب وتوظف أكثر من 4,000 تدريسي وإداري ومشرف. الوقت لم يحن بعد لإغلاق ممثليات التربية ومدارسها في الإقليم، هذا ما يقوله المحتجون، ويؤكدون إنه لا يوجد استقرار في مدنهم الأصلية فضلا عن انسجام الطلاب هنا في مدارسهم. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. أيضا إعادة النازحين إلى مناطقهم لم تشمل نازحي العواسات وجرف الصخرة. 10 سنوات والعوائل المهجرة عن مناطقها ما تزال تنتظر لحظة العودة. نتابع. يحق لجميع النازحين العودة إلى مناطقهم باستثناء نازحي جرف الصخر والعواسات. على هذا الخبر أفلت آمال المخيمين في بزيبز، حيث تقع مناطقهم على مرمى حجر من محل نزوحهم هنا. جريمة تذكيلوات أدعت على المنطقة مالتي، والمنطقة مالتي محررة، منطقة مالتي ما بها إرهاب، ما بها أي شيء، لو أدري بها بإرهاب يقول لا إحنا ما نعود. شو إحنا مناطقنا أول الناس تحررت وأول حد الآن إحنا ما رجعونا. تلقي خبر الاستثناء من العودة يمثل صدمة للعوائل النازحة والتي تطالب بإعادتها أسوة بسائر المناطق. البحث تصريح الحكومة ما جاء يقول كل المناطق انشملت بالعودة إلا عشيرة العواسات تحديدا وجرف الصخر. والله السبب ما جاء نعرف السبب، أنه منطقتنا لحد الآن بيوتنا موجودة، رجعت كل المناطق المحررة بما فيهم آمرلي والموصل وصلاح الدين وتكريت. أجيال جديدة هنا لا تعرف عن مناطقها شيئا، ولدت ونشأت على غير أرض آبائها. أكثر من 1500 عائلة تتشاطر المعاناة منذ 10 سنوات. تأمل 10 أيام الريد، شهر الريد، والحد هسه صارنا 10 سنوات. وهذا الجيل الجديد هذا نقول له نرجع له نقول ولا هن. تواجه العوائل النازحة قسوة الحياة بشكل يومي هنا، والصبر هو أكثر ما يعزي به النازح نفسه بانتظار العودة إلى بيته في الجهة المقابلة. بعد 10 سنوات انتظار، ها هو أمل نازحي جرف الصخر ينقطع بعد أحلام عاشوها كانت تقتضي شمولهم بالعودة. كأن لسان حالهم يقول وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. في أخبار أخرى، أسعار اللحوم والمواد الغذائية بدأت بالارتفاع في العراق مع قرب حلول شهر رمضان هذا العام، على نحو غير مسبوق وبشكل يهدد الاستقرار السعري والذي تشهده البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وسط عجز السلطات عن كبح جماح الدولار ووضع حد للمضاربات بالعملة. قبل أو قبيل شهر رمضان تشهد السلع وخاصة المواد الغذائية ارتفاعا في الأسعار، يتزامن هذا مع أزمة سعر الصرف التي ما تزال بلا حلول واقعية. أسواق المدن الكبرى سجلت زيادة غير منضبطة في الأسعار، في حين يطالب المواطنون السلطات بوضع حد للمضاربات التي تؤثر عليهم في حياتهم اليومية. في بغداد يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان بتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية، لكن هذا الاستعداد واجهته أزمة جديدة تتمثل بارتفاع الأسعار وغلاء السلع. في كل عام ثمة طقوس بغدادية تسبق حلول شهر رمضان، حيث تكتظ الأسواق بالمقبلين على شراء السلع الغذائية، وفي كل مرة تسجل أسعار المواد ارتفاعا ملحوظا ومن دون ضوابط. الغلاء في رمضان أو قبل رمضان
كذلك هذا يعني ما إلى حل ومدى يتعالج. المواطن العراقي مين يجيب؟ يعني اليوم أصبح اللحم ب 23 24 ألف، الأسعار المخضر كلها صاعد، ومن يجي رمضان المواطن العراقي يريد، يعني هو صايم لازم ياكل لفد أكلة، لازم ياكل لفد كذا، يجي يعني أقل شيء 30 35 ألف باليوم ما تكفي بس طعام، مين يجيب المواطن؟ هاي يعني لازم تصير حلول لهذا الموضوع. الحكومة لازم تشوف، لازم تشكل لجنة تتابع موضوع الأسعار والغلاء اللي موجود بالسوق. تقول الجهات الرقابية المعنية بمتابعة الأسعار إن كثرة الطلب وقلة العرض هي السبب وراء ارتفاع الأسعار. تجار محتكرون يتحكمون بكميات المواد المعروضة والمطلوبة بكثرة في هذه الأيام فترتفع الأسعار، بينما تؤكد الجهات ذاتها إن حملاتها مستمرة لملاحقة جشع التجار ومعاقبتهم وفق القانون. في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق حركة ملحوظة قبيل الشهر الفضيل، تسجل السلع ارتفاعا متباينا في الأسعار، الأمر الذي يثقل من كاهل الطبقة الفقيرة ويزيد من معاناتها. موجة الغلاء التي ضربت أسعار المواد الغذائية يعود تأثيرها إلى الدولار وتقلباته أمام الدينار، وما يزيد الطين بلة. تراجع الرقابة الحكومية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع حالات التلاعب واستغلال المستهلكين. ارتفاع الأسعار أثرت حيل على الناس التعبانة، أي والله، بدل التمن صعد، الشكر صعد، الزيت، يعني أهم شيء هاي المواد الغذائية كلها صاعدة. اللحوم هسه بدأت تصعد، أنا اشتريت آخر مرة ب 16، العظم ب 14، واحتمال يصعد بعد. اي بس هو يعني اللحوم بشكل عام، الدجاج بدأ يصعد، هذا بتأثير شنو؟ لأنه يصير عليه طلب. يبدو أن الفرحة بقدوم شهر رمضان الضيف الذي يطل مرة في السنة قد يفسدها غلاء المعيشة، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. في نينوى وكما هو الحال في جميع المحافظات لا توجد ثوابت أو محددات في أسعار السلع، فالسلطة هنا للتجار والمضاربين يرفعونها وقت ما يشاءون. دائرة الرقابة التجارية بإسناد من جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة جريمة المنظمة كثفت جولاتها التفتيشية في أسواق الموصل للحد من التلاعب بأسعار السلع ومنع الاستغلال. يوميا أعدنا جولات على الأسواق، أي تاجر أو يدول التجار الأزمات يحاولون ارتفاع الأسعار، سوف نقوم يعني مع أخوان الجهات التنفيذية اللي هم الأمن الوطني والجريمة المنظمة اعتقالهم وتسيير أوراقهم إلى قاضي التحقيق ويتخذ الإجراءات القانونية بحقهم. بحسب تصريحات رسمية فإن وزارة التجارة تسعى لتعزيز مفردات البطاقة التموينية وفتح منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة، خاصة تلك التي يزداد الإقبال عليها ويستغلها تجار الأزمات قبيل شهر رمضان. عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية إلى زيادة الطلب عليها وانتقال جميع مربي الماشية باتجاه مناطق البادية لتسمينها، فضلا عن نفوق آلاف الجواميس في مناطق الأهوار. المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي قال في تصريح إن الزراعة اتخذت خطوات لحل المشكلة تمثلت بتسهيل الاستيراد من مختلف المناشئ، بالإضافة إلى استيراد الأبقار والأغنام الحية لأغراض التربية والذبح، مشيرا إلى أنه تم تقديم الدعم للمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية وتقديم القروض الميسرة للمربين والعاملين بهذا المجال، وأيضا تسهيل حركة نقل الثروة الحيوانية بين مختلف المحافظات. عن غلاء الأسعار قبل رمضان المبارك معي مراسلين من ديالى علي العنبكي وذقار أحمد السعيدي، مرحبا بكما. دعني أبدأ معك علي. علي، إذن هي مشكلة تتكرر قبل كل رمضان لكن يضاف لها تقلب سعر الدولار، كيف يبدو الحال في ديالى؟ نعم علي، مشكلة يعني ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان في ديالى لا تختلف عن بقية المدن العراقية. رصدنا هنالك ارتفاعا طفيفا في أسعار أو متباينا في أسعار
السلع والبضائع والمواد الغذائية. مثلا الدجاج ارتفع إلى 4000 دينار للكيلوغرام، وكذلك يعني مختلف المواد الغذائية. لكن بالتالي اللحوم بقيت كما هي، الكيلوغرام ب 20000 دينار، وهو الارتفاع السابق الذي شهدته الأسواق قبل أسابيع بقي كما هو. أما من جهة الأجهزة الأمنية وفرق الرقابة التجارية فإنها نفذت منذ يومين وحتى اليوم تنفذ باستمرار يعني جولات تفتيشية على الأسواق وعلى يعني كل مناطق المحافظة على التجار من أجل ضبط إيقاع السوق وعدم ضمان عدم السماح للتجار برفع الأسعار. وقعت هذه الفرق وقعت يعني أصحاب الأسواق على تعهدات بعدم رفع الأسعار، وكذلك ضبطت بعض التجار قاموا برفع المواد الغذائية أسعار المواد الغذائية بعض الشيء، لكن تمت محاسبة هؤلاء وتم توقيعهم على تعهدات تلزمهم بعدم رفعها ووضعهم في خانة المراقبة من قبل الأمنية. يعني قالت لهم الفرق التجارية فرق الرقابة التجارية من الجهات الأمنية، وهو فريق مشترك من الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية والرقابة التجارية، ذكرت لهم بأنها ستتابعهم يوميا عبر إرسال أشخاص يرتدون الزي المدني ل يعني متابعة ارتفاع الأسعار. بالتالي اليوم هنالك مخاوف، هذا الشيء خلق هذه الأمور خلقت مخاوف بين التجار، بالتالي يعني منعت ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة كما في بقية المدن. لكن المواطنون هنا يعني يتطلعون إلى الحفاظ على الأسعار يعني كما هي، خاصة وأن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا شمل كل السلع والبضائع والمواد الغذائية. بالتالي ذوي الدخل المحدود اليوم أمام يعني محنة، لأن رواتبهم بقيت كما هي ودخلهم بقي كما هو، وبالتالي اليوم يعني أصحاب الأسواق يؤكدون بأن الأسواق في المحافظة يعني تشهد رواج للناس وللمتبضعين حتى يوم 10 بالشهر، وبالتالي يعني هذا يؤكد بأن يعني هذه نعم علي هذا الارتفاع نعم علي دعني أعرف استنزاف لدخل المواطنين. نعم علي دعني أعرف الوضع في ديقار من أحمد السعيدي. أحمد، كان هذا الحال في ديالى، ماذا عن الناصرية؟ علي، لا جديد، يعني هو هذا الوضع في كل رمضان، وربما القضية لا تنسحب على الوضع العراقي فحسب، ربما الدول العربية والدول الإسلامية تعاني من هذه القضية، والقضية بحسب مختصين تعاني يعني لها محركان. المحرك الأول هي ثقافة الاستهلاك في رمضان والجشع الذي يصيب يعني أصحاب المتاجر في هذا الموسم يعني، وبالتالي نحن الآن أمام زيادة أولية في أسعار اللحوم في محافظة ذيقار بنسبة 15%، ونتوقع بعد أسبوعين بعد قدوم الشهر الفضيل أن تتضاعف أيضا هذه الزيادة إلى 30%. حينما ترتفع اللحوم ترتفع معها أسعار الأسماك، أسعار لحوم الدجاج أيضا. أما المواد الغذائية فلم تتأثر كثيرا بهذا الارتفاع، على اعتبار أن أغلب المواد الرئيسة التي تستخدمها العائلة العراقية في يومياتها هي متوفرة أغلبها، وإن كانت يعني بمواصفات نوعا ما أقل من ما يعرضه التجار. مراقبون هنا يقولون أن عملية يعني كما ذكر الزميل علي أن الدولة تشكل لجان مراقبة وتوقع التجار على
تعهدات، لأنه يعني بحسبهم لا يوجد قانون يفرض على القطاع الخاص أن يبيع بأسعار تفرضها الدولة. يجب على الدولة أن تدخل منافس في السوق، يعني من خلال توفير اللحوم، الأسماك، الدجاج، من خلال منافذ وزاراتها المختصة كوزارة التجارة وربما حتى وزارات أخرى، حتى وزارة الدفاع كما يحدث في جمهورية مصر العربية. يعني حينما صارت أصبحت أزمة اللحوم قام الجيش بفتح منافذ والبيع للمواطنين بأسعار مدعومة، أو حتى من خلال استيراد من دول ترخص فيها اللحوم. إذن هي القضية ليست جديدة، ونتوقع أن ترتفع اللحوم وترتفع بعض المواد مع قرب الشهر الفضيل، وخصوصا في الأسبوع الأول الذي يكون فيه إقبال شديد من المواطنين. وهنا نرجع أيضا إلى طريقة أو ثقافة الاستهلاك التي تجعل المواطنين يندفعون بقوة، يعني زيادة في الطلب وقلة في العرض، وبالتالي الأسعار في شهر رمضان دائما مرتفعة. نعم علي. أحمد السعيدي مراسلنا في ذيقار، شكرا لك، وشكر موصول لعلي العنبكي مراسلنا في ديالى. واحدة من آثار العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية هي ارتفاع الأسعار الذي يسببه الفارق بين سعر الصرف الموازي وسعر الرسمي للدولار، يضاف إليه زعزعة ثقة المودعين والمواطنين في التعامل مع المصارف الأهلية. ما زالت السوق المحلية هي المتحكمة بإيقاع صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مع صعوبة حصول المواطن على الدولار من المنافذ الرسمية وزعزعة الثقة بين المودعين والمصارف، ما يسبب إرباكا في السوق المحلية وارتفاعا كبيرا في الأسعار. تعاقب العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية المشاركة في سوق العملة ما زال يربك حركة سعر الصرف ويذبذب أسعاره بين السوق الموازية والسعر الرسمي، مع عجز إجراءات البنك المركزي العراقي عن احتواء الأزمة. رغم إعلان الجهات الحكومية توافر الدولار للمواطنين من منافذ رسمية، فإن المواطن لا يستطيع الحصول على الدولار من المنصة الإلكترونية الخاصة ببيعه، وخاصة المبالغ المخصصة للسفر، والتي يرى اقتصاديون إنها تذهب إلى غير مستحقيها من خلال عمليات تلاعب يشهدها التقديم عبر تلك المنصة. أعتقد يعني حتى الدخول بالنسبة للمواطن المسافرين، حتى الدخول إلى الموقع اللي يعني مفتوح بالنسبة للمركزي أو المصارف، المصرف الرشيد أو مصرف العابدين، أعتقد هذا كذبة، لأنه هما لغاية اللحظة لا نجد إلا النزل القليل من الأشخاص اللي يدخلون عليه، يستطيعون الدخول إلى هذه النافذة، بالتالي كي يبدو أن هناك حصر في هذا الموضوع. شح الدولار وارتفاع أسعاره أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام في السوق المحلية، وخاصة مع قرب شهر رمضان، الأمر الذي يستدعي تدخلا حكوميا لضبط الأسعار من خلال دخول وزارة التجارة كمنافس للتجار الكبار وتوفير البضائع للمواطن بأسعار مدعومة. لا تزال هناك مساحة لدى وزارة التجارة في الدخول كمنافس لجميع أنواع السلع المستوردة في حالة وجود تذبذب في السعر، خاصة على مستوى السلع الأساسية المواد الغذائية. وزارة التجارة حريصة على عملية ترصين النظام التجاري في العراق ومراجعة الإجازات الاستيراد لكي يكون لدينا قطاعات تخصصية في عملية الاستيراد ومخازن لهؤلاء التجار من أجل ضبط الأسعار. ورغم كل الإجراءات الحكومية، ما زال حصول المواطن العراقي على الدولار من منافذه الرسمية وبسعر الصرف الرسمي صعبا، وسط حديث يجري بأن المضاربين وصغار التجار هم الذين يستولون على حصص المواطن. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. في الشأن الأمني، وخلال زيارته قضاء الدجيل في صلاح الدين، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استقرار الأمن في المحافظة، مشيرا إلى استلام الشرطة المحلية للملف الأمني في قضاء سامراء. هذا اليوم زيارتنا إلى مناطق جنوب صلاح الدين، وبالتحديد إحنا في قضاء الدجيل، زرنا قسم شرطة الدجيل وزرنا البطاقة الوطنية في الدجيل. الوضع الأمني مستقر في هذا القضاء لله الحمد،
هناك تعاون عالي من قبل المواطنين مع كل المفاصل، الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية، وهذا طبعا احنا الهدف اللي ننشده من استلام المسؤولية الأمنية من مفاصل وزارة الداخلية. الانتقال المسؤولية الأمنية إلى وزارة الداخلية يعني إدارة أمنية، إدارة تعتمد على الجوانب الفنية، جوانب وانتشار دوريات النجدة والمرور وغيرها، إضافة إلى كاميرات المراقبة، العمل الأمني الخاص واللي يختلف عن العمل العسكري. واستلمنا المسؤولية الأمنية في سامراء قبل تقريبا 4 أيام. تكتظ بغداد وترتفع نسبة سكانها بما يفوق الطاقة الاستيعابية للخدمات والشوارع وحتى الوحدات السكنية، ما يستدعي إنشاء مجمعات جديدة في أطرافها لتخفيف الضغط على المركز، وفيما تمزج هذه الرؤية بين التوسعين أفقيا باستحداث مناطق جديدة وعموديا بأسلوب البناء. مدن سكنية جديدة مستدامة وضع حجر الأساس لها في بغداد لسحب الكثافات السكانية العالية من مركز المدينة إلى أطرافها وتوفير المسكن للآلاف عبر مجمعات متكاملة ومخدومة تناسب مختلف فئات المواطنين وتخفف الضغط عن مناطق باتت المساحة فيها نادرة. التوسع العمراني أفقيا والتوجه نحو البناء العمودي من شأنه منح بغداد متنفسا لاستيعاب الكتلة البشرية المتزايدة واستحداث مناطق جديدة وحديثة، ما دفع الحكومة إلى دعم عدد من مشاريع الإسكان في محيط العاصمة. هذه المدن ستوفر المأوى المناسب مع تكامل باقي استعمالات الأرض المختلفة. الحكومة بالحقيقة تستهدف من خلال هذه المشاريع التنموية الكبرى توفير المأوى الجيد. اليوم السكن هو حق وليس هبة، وهذا ما آلت عليه حكومة الخدمات في توفيره لكافة المواطنين. التحول من البناء الأفقي إلى العمودي ثقافة عمرانية بدت ملامحها جلية في معظم مناطق بغداد، ورغم الأهمية القصوى في توفير المساحات خصوصا في مركز المدينة، فإن معظم تلك المشاريع تزاحم التصاميم الأساسية القديمة وتشكل ضغطا على البنية التحتية، فيما تحولت معظمها إلى مشاريع تجارية باهظة الثمن بعيدة عن متناول يد المواطن. احنا كمواطنين نشجع على البناء العمودي، ولكن على أن يكون ضمن الحدود المعروفة، يعني مو الشقة 30 أو 40 متر مثل ما دا يحصل الآن، الشقة أم 60 تصير 30 وأم 100 تصير 3 شقق. هاي مو صحيحة، يعني هاي أخطاء كبيرة وصير يعني تداخل سكاني. احنا من بعد 2010 صارت عندنا هواية مجمعات سكنية، المشكلة اللي بيها انه الاسعار كلش غالية صراحة، يعني حتى ما راح تحل هاي الازمة، مع الازمة السكن ما راح تنحل بسبب هاي الاسعار. تنظيم الاسعار وتوفير مجمعات واطئة الكلفة والتمدد بعيدا عن المراكز المضخمة، بالاضافة الى الارتقاء بالواقع الخدمي والبنى التحتية والنقل في تلك المشاريع، مع اعادة تنظيم التوزيع السكاني، خطوات ستعجل من حل ازمة السكن في البلاد. بين ندرة المساحة والارتفاع الجنوني للأسعار، يمثل ملف السكن تحديا للعاصمة بغداد التي تحاول كبح جماحه عبر مشاريع توسعة جديدة. بغداد، علي أسد، يو تي في. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.